رح نروح لفقرة نحكي فيها كونه نحن صرنا بالاسبوع الاخير من 2022. قديش الناس الايام الاخيره هي اخر خميس لنا بهالسنه، اخر خميس اليوم كنا عم نحكي. فنحن بنهار السبت الاسبوع الجاي حنبلش بسنه جديده ان شاء الله، سنه خير على الجميع. بال 2022 كثير منا كان في عنده اهداف وكان في عنده خطط لينفذها، ولكن منا خلينا نقول حاول ولكن ما زبطت معه. المفروض نحن نرجع نعيد المحاوله اكثر مره، وفي ناس قدرت انه تنجح. بداية 2023 بنبلش نحط خطط جديدة، مشاريع، داتا، أولويات ومهام لنقدر نشتغل عليها بال 2023. صحيح رشا، مع بداية كل عام أغلب الأشخاص ببلشوا يحطوا هيك مثل روزنامة، يقول أنا بدي غير هاي السنة هيك بشغلي، بدي غير هيك بحياتي، بدي غير هيك ببيتي. جدول كتير كبير. صحيح. وأحياناً بيعملوا جرد، يعني بيكتفوا أنه يعملوا جرد، مثل ما بنشوف حتى إذا عم تقري هلأ على السوشيال ميديا، صلنا يومين ثلاثة عم نشوف الناس بنزل صورة، مثلاً مجموعة صور من السنة الماضية، أنه صار معي هيك وهيك وهيك وهيك، هاي كانت منيحة هاي كانت سيئة. للأسف في إجماع كتير لأنه الظروف كانت صعبة شوي، أنه الأغلبية كانت هاي السنة معنا كل هالقد مريحة لهم، والبعض كان في عندهم شوية إنجازات فاعتبروها هي غنيمة هاي السنة. والحقيقة أنه دائما نحن أي شيء بننجزه مهما كان صغير هو اللي بيعطينا الزوادة لنكمل باقي السنين. صحيح. لهيك رح نحكي كيف أنا ممكن حدد أولوياتي وكون شخص قادر أني أجمع دفاتري هيك بكل شيء فيها على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي لبلش عام جديد. طبعا كل هالمعلومات رح تكون مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور منير عباس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، مؤسسة الموارد البشرية بسوريا. يسعد صباحك، بدنا نقول مبروك كمان صرتوا مؤسسة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. صباح النور، كل عام وانتم بألف خير وميلاد مجيد على الجميع ان شاء الله. دكتور، اليوم عم نحكي عن نقطة كثير مهمة وهي نقطة انتقال، يعني من سنة لسنة، سنة كانت محملة بالكثير للناس. يعني خلينا نحكي عن أهمية هاي الخطوة، إنه أنا اليوم بلش 2023 خلينا نقول بطاقة حلوة، بداتا إنه أنا بهاي السنة بدي نظم. قد إيه حلو التنظيم وإنه أنا أسجل مهامي ببداية كل سنة؟ تمام، أول شيء كل عام وانتم بألف خير. أنت بألف خير، وإن شاء الله بيكون السنة القادمة 2023 خير علينا ويكون كلياتها بخطط محققة. هلأ في أساس للتخطيط الحقيقة، وما في هلا أكثرية اللي حوالي بيقولوا لي بدنا نحط خطة حتى نثبت إنه إحنا فشلنا أو نجحنا. ما في فشل أو نجاح، بس بدنا ننطلق من بداية. الشيء اللي بيخطئوا فيه الأشخاص كتير، بيحطوا كتير أهداف هي ليست لا تحقق قاعدة بنسميها السمارت، اللي هي أهداف ذكية. الهدف الذكي بيتصف بخمس أركان. أول شيء هو بكلمة سمارت، الاس هي سبيسيفيك، يعني هدف محدد. هدف محدد يعني أنا ما بدي أشتغل على مليون هدف وما حقق ولا هدف. خليني أقول مثلا بدي أتخرج كطالب، خليني أقول بدي أكون لغة تانية إذا أنا بدي أسافر، خليني أقول بدي أكون مهارة تانية إذا بدي أخذ تخطيط مهني تاني. إذا بدي يكون محدد. الكلمة الثانية اللي هي الميجربل، اللي هي الحرف الام، يعني قابل للقياس. كلياتنا احنا بنفتح الاهداف كلياتها ونسميها اهداف، واذا ما تحققت ب 2022 من الى 2023 ما بنوقفها. تمام، هو من اجل احنا، وكانه التاجيل هو عباره عن شيء ضروري دائما بنقوم فيه، وهو ما حققناه السنه اللي بعدها. اذا يجب ان يكون الهدف ميجربل بالكميات، ميجربل بالزمن، ميجربل بعدد الانجازات اللي عملتها. المهم لازم يكون في له حدود، انا احتفل بانجازاتي بكل شيء صغيره بالهدف. عندنا الحرف الثالث اللي هو الاي، اللي هو اتشيفبل، يعني قابل للتحقيق. انا ما ممكن احط هدف غير قابل للتحقيق وبعيد كثير عن ظروفي الحاليه. وايضا الار هي رياليستيك، اللي هي ممكن تكون من ضمن امكانياتي. في اشخاص بيحطوا اهداف بعيده كل البعد عن امكانياتهم وبيحطوا نفسهم انه ما حققوها. واخر شيء هي التايم باوند، اللي نحط لها اطار زمني. اذا يجب ان تكون اهدافنا كلياتها سمارت. الشيء اللي لازم ننطلق منه من ظروفنا وليس من ظروف غيرنا. نحن شو بيصير هلا السوشيال ميديا كثير عم تاثر فينا بشكل كامل. نطلع على انجازات غيرنا، ما بنعرف قديش تعذبوا لوصلوا للانجازات، نطلع فقط على الانجاز. طب نحن ما حكولنا على المراحل اللي مروا فيها. بتلاقي الناس تحبط، بيقولوا لك فلان حقق الانجاز، بلشنا سوا، هو كمله انا ما كملته. عرفتوا قديش مروا بخطوات، شو هي امكانياتهم، شو الظروف المحيطه فيهم. اذا لا استطيع ان اقارن نفسي بالاخرين. اول شيء بدي احبط نفسي، ثاني شيء امكانياتي مو مثل امكانيات الاخرين. صحيح. بنطلق من نفسي، فكل واحد ينطلق من امكانياته الخاصه فيه. الشيء الثاني، الناس بتنسى انه تحتفل بانجازات بسيطه.
يعني بيقول لك لا هذا ما له انجاز، لا شغله نفسيه اللي احنا بتشجعنا دائما انه نكمل للهدف للنهايه هو احتفالنا بالانجازات البسيطه، قد تكون مكافاه لنفسك بقطعه جديده، قد تكون بسهره مع رفقاتك، قد تكون بشيء انت تحفز نفسك فيه ما حدا بيعرفه غيرك. فأنا بشوف هي دائماً السمول وينز اللي هي الصغيرة ما حدا بيحتفل فيها أبداً. الشيء الثالث نحن بدنا ندرسه تماماً إنه نحن لازم نآمن بنفسنا. يعني هلأ كثير أحياناً الأشخاص بيقولك هذا الهدف مو على قدي نهائياً، هذا بيخص أشخاص آخرين. طب إذا أنت مو مآمن بنفسك كيف بدك تبلش سنة جديدة؟ أول شيء الإيمان بالنفس مو كلمة أنا آمنت بنفسي، الإيمان بالنفس هو تمكين وقدرة. يعني في شيء ناقصني أنا ما ممكن أني أتخبى وراء أصبعتي بسنة 2023 على إمكانيات ما عندي إياها بال 2022، عندي نقص معين بمهارات معينة ما عم تقدر تفتح طرق معينة بسبب نقص المهارة، ما بضل عم دور على شيء وبعرف أنه عندي هالمهارة هي ناقصة. هذا أكثر شيء بدي توجه فيه للطلاب وللناس الداخلين لسوق العمل. نحن رايحين إن شاء الله بال 2030 فما فوق هي سوق عمل يختص بالمهارات وليس بالشهادات. فإجا الوقت هلأ كل شيء متمكنين منه الأشخاص افتراضياً، موجودة كل الكورسات افتراضية، كل المهارات ممكن الواحد يعملها هو قاعد ببيته، اختلف مفهوم الزمن الجديد. إذا لازم نحن نخطط حسب إمكانات الزمن الحالي. في كتير مهارات جديدة الناس كلها عم بتبعد عنها وعم بتحسب حالها أنه ممكن تحط خطة في ظل هاي الظروف. لا، الظروف اختلفت معطياتها، صار في عندنا محددات جديدة لكل شيء بالحياة. إذا أنا لازم أتغير. فالثابت الوحيد بالزمن القادم هو عبارة عن التغيير. ما عاد في مجال أني أنا أتخبى من التغيير أبدا. إذا الشخص فينا مكن نفسه بحيث أنه يكون متغير مع الظروف اللي هي حوالينا، إذا هو شخص حيكون عم بيخطط شيء وحيقدر ينفذه. من أهم الأشياء اللي هي بالخطة أنه الخطة قابلة للتعديل بأي مرحلة من مراحلها. يعني ما فيني أنا أجلد نفسي الظروف. أجلد نفسي هلأ مثلا كل شيء بيتعلق بظروف محيطة أحيانا هي خارجة عن إرادتنا، ما بيجي أنا بحاسب نفسي على شيء أنا ماني مسيطر عليه، وبنفس الوقت ما بوقف خطتي عند هالنقطة وبقول أني أنا خلص فشلت. كلمة فشل لازم ما نحكيها مع أنفسنا. بتعرفي أنت أحيانا الكلمات السلبية بتأثر فينا نفسيا، فبتصير الواحد عم يحكي مع نفسه أنا فشلت فيها، أنا ما عم بقدر حقق شيء، أنا مو مثل غيري، غيري أحسن مني بكثير. إياك تحكي مع نفسك كلمة فشل لحالة حالة إحباط. تمام، خلينا نقول إنه هي عدم نجاح، خلينا نقول هي عبارة عن خطوة أنا ما قدرت أحقق، خلينا نقول هي عبارة عن عقبة أنا حأتجاوزها. إذا كلمة فشل غير موجودة. وتمتاز الخطط دائما بالفيدباك، بالتغذية الراجعة. يعني أنا دائما بدي حاسب نفسي بكل مرحلة من مراحل الخطة، كل مرحلة من مراحل خطتي هي خطة بحد ذاتها. وبتعرفوا انتوا نحن في عندنا الجولز اللي هي بعيدة المدى وفي عندنا الاوبجكتيفز هي قصيرة المدى. إذا كل شيء قابل للتعديل خلال مراحل الخطة وتحقيقها. أنا دائما بدي أعمل دراسة ودائما بدي أقيس إنجازاتي، ما بستنى لتنتهي السنة لحاسب نفسي. خليني أقول أني أنا عندي مايلستونز عم حاسب نفسي كل ربع سنة، كل آخر شهر. والشيء المهم كتير إذا ممكن نحكي عنه أنه كل الناس اللي بتروح وبتدارك الأمور اللي هي طارئة ومهمة بينسوا عن شغلات كتير هي عبارة عن أمور مهمة جداً ولكن هي ليست طارئة حالياً. إذا نحن بنتركها وما بنحاول نداركها ستصبح يوماً ما طارئة ويمكن نلحقها ولا لا. مثال بسيط عليها، قد يكون الإنسان ما عم يهتم بصحته حالياً ومأجل لأنه هو بعمر الشباب ومبلش بأنه أموره كلها تخالصة، بفكر بكل شيء آخر إلا بصحته. بعد فترة معينة من كتر الأعباء والتوتر عم نعيش فيه تجي بعض المؤشرات أنه صحتنا عم ترجع لورا، فبصير وقتها بشكل طارئ جدا بدنا نعالج هذا الموضوع. وخدي من هذا المنظار كم شغلة بحياتنا هي مهمة لأنه ما صارت طارئة لحنا عم نأجلها. فما دائما بنشتغل حسب لحنا تعرفي العادات السبع مثلا للأشخاص الأكثر فعالية بالعالم حسب ستيفن كوفي، أنه مصفوفة الوقت دائما هناك مربع فيها اللي هو يجب أن نعمل على الأمور المهمة جدا وليست طارئة حاليا، ولا نتناول فورا الأمور الطارئة والمهمة لأنه هي غالبا شغلات إسعافية. نعم. قد لا يكون لها منعكس على حياتنا. طيب دكتور منير، نحن يعني اليوم ونحن عم نحكي عم نعطي هيك مثل خلينا نقول قواعد صغيرة. أولا أنه أنا دائما لازم أعمل مثل هيك جرد صغير، أنا بقدر أعمل هذا الشيء أو لا، وإذا ما بقدر أعمله ليش. يعني هي الأسئلة هي مفاتيح عمل أنت عم تعطينا إياها أو خطوات، لأنه الناس بتقول حلو الحكي بس أنا ما بعرف كيف بدي طبقه. فخلينا نرجع نفصل شوي هاي الخطوات مثل ما أنت قلتها ولكن بطريقة واضحة، لأنه كتير مهم اليوم أنا إذا بدي أقرر غير، والتغيير هو مو بس هلأ، هذا التغيير حتى رب العالمين دعانا قال أنه الله ما بيغير
بقوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. فخلينا نبلش نحكي شوية خطوات لكل اللي عم يسمعنا يستفيد منها. تمام. أول شيء هناك عوامل للنجاح للخطة. أول شيء أنا بنصح الكل يهتموا بعلاقاتهم الاجتماعية، وسميناها بعدة حلقات رأس المال الاجتماعي. صحيح. رأس المال الاجتماعي هو معارفنا، هو أشخاصنا، أصحاب المصالح معنا بحياتنا، ممكن كتير يساعدونا، يختصروا علينا خطوات. وأيضا منهم هدول رأس المال الاجتماعي هن الأشخاص المعارف في سوق العمل، الأشخاص اللي هن بيحرصوا علينا. كل ما وسعنا دائرة المعارف تبعتنا كل ما كان في عنا لحنا وصول وحرق مراحل أكثر. دائرة المعارف ورأس المال الاجتماعي خلينا نشتغل عليه، ما نخسر. نحن في كتير أشخاص بيلتهوا بالشغل ولكن علاقاتهم الاجتماعية صفر، فبتلاقيهم ناجحين بعالم الأعمال ولكن ما عندهم أي معارف، ما عندهم أي حدا ممكن يوقف جنبهم. وأيضا هناك أشخاص بسبب قلة معارفهم بتلاقيهم عم بيقوموا بكل المهام اللي هي مطلوبة منهم، ما عم يقدروا يفوضوا أي حدا، وبيوصلوا لمرحلة عدم الثقة بالآخرين أنه حينجزوا العمل. فإذا أول شيء رأس المال الاجتماعي. ثاني شيء في عنا لازم نتعلم قدرة التفويض. هناك عدة أشياء بنلهي حالنا فيها هي أشياء مضيعة للوقت، ممكن نفوضها لغيرنا. مثل خليني أحكي لك على عمل إداري. مدير وقت يكون عم يضيع نفسه بطباعة كتاب أو عم يضيع نفسه بأعمال إدارية وسكرتارية، هناك من يقوم بها بشكل محترف، وبنفس الوقت إذا هو قام بهذا العمل لن يتفرغ للعمل الاستراتيجي. ممكن هي مشكلة بلاقيها كتير بالقطاع العام، لأنه أحياناً يعني ما كل الإدارات بتكون نفس السوية، وبالتالي المدير ما بيقدر يغير كل الموظفين، ما بيقدر يشيل كل الموظفين. بتلاقي شخص عم يشتغل بكل الدائرة بعشر أشخاص مرتاحين، غير القطاع الخاص اللي بيكون مستحيل يكون طبعاً فيه شخص. طبعاً القطاع الخاص يعني قياس أداء يومي، لا يمكن أنه يحتمل أنه شخص ما عم يشتغل بالقطاع الخاص أبداً، لأنه بتعرفي أنت دائماً الهدف ربح. القطاع العام تلاقي عنا شخص بيشتغل عن عشرة وهكذا، لأنه التوجه حسب ما بدنا نظلم الكل. هناك ناس بتشتغل بشكل كثير أغلبية يعني. طبعاً أنا عم بحكي على المجال القطاع الخاص، عنا دائماً تقييمات أداء. إذا في عنا لحنا الأعمال يجب أن نستطيع أن نفوض الأعمال. إدارة الوقت اللي لحنا ما بنحس فيها أبداً، بما أنه هو عبارة عن مورد ليس له قيمة مادية يراها الإنسان حالياً، ولكن هي أكبر قيمة مادية. أنا لو بحول كل ثانية من الثواني إلى ليرة ذهب بتلاقي كل الناس عطتها قيمة أكثر، بس بما أنه عم بتمر معنا عم يمرك عمرنا بالعداد. تمام. أنا بقول دائماً حطوا 24 ليرة ذهب يومياً قدامكم وصرفوها واحدة واحدة، شوفوا قديش بتعز نفسكم عليها. يعني بتعز نفسك أنه أنا عم بصرف هالكمية هي كلياتها من الوقت، كل ساعة هي ليرة ذهب، وهي أسمى من هيك بكثير. إذا إدارة الوقت، التفويض. الشيء الثالث هو إدارة التغيير اللي تفضلتي فيها. التغيير إحنا بالنسبة لنا لازم نتدرب على التغيير. شو هو التغيير؟ هو مو كلمة تقولي أنه أنا بدي أتغير. التغيير عمل وليس فقط فكر. يعني إذا قلت أنا بدي أتغير وأتقبل المرحلة الجديدة وما اشتغلت على هالتغيير ما استفدت شيء. هناك مهارات للشيء الجديد اللي أنا بدي إياه، هناك كفاءات، هناك معارف، هناك لايف ستايل، أسلوب حياة أنا بدي أتبعه للتغيير. كثير في ناس بيقول لك أنا بدي أتبع التغيير هلا أسلوب حياة صحي. طيب أسلوب حياة صحي بعدني عم أكل نفس الوجبات اللي عم باكلها، بعدني عم نام نفس الساعات اللي عم نام ساعات الاستيقاظ. يعني هي بغض النظر عم نحكي بعض الأمثلة اللي كتير بسيطة. التغيير دائما يبلش من الذات، أول شيء بداية كل شيء. وكتير هون مهم نشتغل على مهارة الوعي الذاتي، إنه نقدر نطورها، نحن نعرف شو بدنا. يعني بالحقيقة يعني معلومات كتير مهمة ذكرتها حضرتك، وإن شاء الله هيك ببداية هذا العام تكون فاتحة خير على الجميع، وتكون الظروف مساعدة الناس ومساعدتنا إنه نحن نخطي خطوات جديدة تعويضية لل 2022. نتشكر حضورك دكتور، وأهلا وسهلا في حضرتك. شكرا إليك، وكل عام وأنتم بألف خير، مشاهدينا بألف خير. شكرا لك دكتور، نتمنى لك أكيد الخير وإن شاء الله إنجازات جديدة بهالعام القادم. شكرا لك. شكرا.